الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أخ سمير، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوان، الفيديو ديال اليوم بيكون فيديو قصير بنعطيكم في آخر الأخبار المستجدات والتدابير اللي بدات تتوقع هنا في إيطاليا. كاين جديد من غير داكشي اللي معهود اللي تنشوفوا وسائل الإعلام. كاين تعرفوا الحكومة الإيطالية، وزارة الصحة الإيطالية حاطة واحد القانون ديال بعض الشروط باش تجي لايطاليا ولا تسافر منهم، بين شهاده التحليل البي سي ار. يعني هذه المسائل هذو اللي تنعرفوا. كاين بعض الجهات الاخوان في ايطاليا، وكيف تعرفوا يعني رئيس الجهه، كل جهه على راسها رئيس الجهه عنده الصلاحيات وعنده التفويضات انه يدير قوانين اخرى تتكمل لهذا القانون الوطني اللي دايرها الحكومه، او يدير حاجات اخرين يكونوا حتى مخالفين لهذاك القانون. عنده التفويض وعنده الصلاحيات. ومن بين هاد الجهات الاخوان غادي كاينين 5 أو 6 جهات دايرين تغيير هذا الاسبوع. هذا الجهه ديال سيشيليا، ديال صقلية، الجزيره، راهو الاسبوع الماضي داروا بداو واحد الاجراء يعني قاسي شيء ما على المسافرين. دايرين اجباريه ديال رغم ان تكون عندك الشروط، عندك البي سي ار، هادي كيف توصل المطار او الميناء، كيف توصل قبل ما تخرج منه، كيف توصل تيديروا لك تحليله اجباريه في المطار. كنتي سلبي تبارك الله، ما كنتي سلبي تتخضع للحجر الصحي. هاد المساله هادي حتى بالنسبه للموانئ يعني تتخسر الحالات، لا الناس اللي جايين بالسياره ولا الناس اللي جايين بالباطو الى سيسيليا. هذا القرار هذا اتخذه رئيس الجهه لانه شافوا الاسبوع الماضي جاو بعض الرحلات ولقاو 15 حاله في رحلتين، رحله جايه من اسبانيا من فورمنتيرا وحده جايه من البرتغال. كيف دخلوا الناس يعني عندهم الشروط، عندهم التحليله وعندهم شهاده اللقاح، ولقاو ملي داروا لهم هذا الفحص هذا التحليله لقاو بانهم 15 حاله حامله للمتحور ديال دلتا. هذا القرار هذا تيشمل دابا في الاسبوع الماضي تيشمل اسبانيا والبرتغال وتونس ومالطا، يعني ماشي المواطنين اللي جايين حتى اللي دايرين اسكار. فاش دير اسكار عارف راسك الا كنتي غادي لسيشيليا غادي يوقع لك هذا الاجراء، تخضع لهذا الاجراء هذا. الان هذا اليوم الاثنين يعني غدا ان شاء الله مجموعه من الجهات دايره نفس الاجراء، دايره اجتماع رؤساء الجهات، دايرين اجتماع مع المجلس ديال الطوارئ في هذوك الجهات باش يخرجوا بقرارات موازيه. من بين هذه الجهات عندنا البيمونتي، عندنا ساردينيا الجزيره، عندنا ايميليا رومانيا، وكذلك بعض الجهات الاخرى. دايرين اجتماعات ما بين رؤساء الجهه والمجلس ديال حاله الطوارئ في هذيك المناطق باش يشوفوا يديروا قرارات موازيه، لانهم يعني يديروا اجباريه ديال التحليل كي توصل المطار من غير هذوك الشروط اللي بيكون عندك مستوفيهم فاش تكون مقطع. هاد المساله الاخوان بالنسبه لسيشيليا دايره 4 دول، قلنا هي تونس، مالطا، الاسبانيا والبرتغال، وغدا غادي يفكروا باش يعموها لمجموعه من دول اخرى اوروبيه اخرى وكذلك خارج اوروبا. يعني الانسان اللي كان جاي مثلا من المغرب الاخوان والاخوات ديالنا وكانوا عندهم طيران بغيو يديروا مثلا ليسكال في بعض الدول، يراقبوا يشوفوا شنو هو الجديد، يدخلوا للموقع ديال الجهه ديال سيشيليا باش يشوفوا شنو هو الجديد اللي في هذا الموضوع، باش ما تتفاجئوش ولا تصدموا بشي قرار من توصلوا تكونوا نتوما جايين مطمئنين انكم غتوصلوا عندكم تحليله وتخرجوا بحالكم وتصدقوا، يعني الله يحفظ عندكم تاخير او اجراءات اخرى يعني قاسيه في حقكم. هذا فيما يخص سيشيليا. بينما الجهات الاخرى غدا ان شاء الله غادي او ما بين الاثنين والثلاث غادي يخرجوا بعض الجهات بقوانين اخرى وتدابير اخرى فيما يخص الرحلات الجويه او البحريه، يشوفوا الناس يعني بغا يحطوا شروط اخرى اضافيه على الشروط اللي تنعرفوا الان. اخوان نتمنى هذا الفيديو تشاركوا مع الاصدقاء ومع الاهل ديالكم باش الناس اللي عندهم رحلات لهذه الجهات هادو توصلهم هذه المعلومه باش يحاولوا قبل الرحلات ديالهم يراقبوا المواقع ديال هذه الجهات هادو. اخوان نتمنى لكم يوم طيب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.